استاذ سفيان بن حميده تفضل. شكرا. باش نرجع شويه للاحداث نتاع التطاوين. برشا كلام قاعد يتقال انه حركه النهضه كانت وراء العمليه، انه ائتلاف الكرامه في اللعبه، انه حركه الشعب هي تحرك في الامور هذا. لكن هذا الكل تغطيه في رايي على مشكل اساسي، انه الدوله جات قالت راهو فما صندوق فيه 80 مليار للتنميه في الجهه. الصندوق هذا صار ولا ما صارش؟ تحطوا فيه ال 80 مليار هذم ولا ما تحطوش؟ ما تحطوش، وعمره ما تعمل ودوره ما تصبش فيه الصندوق هذا. وبالتالي البحث عن تعليات سياسيه اللي تنجم تكون موجوده لكن ماهيش هذيك الاساسيه. واللي استنى 3 سنين كي يتحرك مش هو يولي غالط، اللي غالط هو اللي قعد 3 سنين ما وفاش بوعده. واللي نشوفه فيه اليوم، وانت من الائتلاف الحاكم دونك تتحملوا شويه، هو انه الحكومه القويه والعادله هذه يبدو انها قررت انها باش تستغل ازمه الكورونا باش تتنصل من كل الاتفاقيات السابقه اللي عملتها الحكومات المتعاقبة وما تطبقهاش. وهذا ماهوش ممكن وماهوش معقول ومش مقبول. فما حاجة مهمة اسمها استمرارية الدولة، ويظهر لي اللي في تونس ديمقراطية عندها دستور، مؤسسات، قانون، اللي ما يعترفش بهذا خطأ معناتها سياسيا. هو الصندوق هذايا يعني نذكر بالقديم من آخر الاجتماعات اللي حضرت لهم على أمر اللي هو باش يحدث الصندوق هذايا، للأسف شديد كي مرة أخرى معناتها، وأنا هذا اللوم عليه على الساحة السياسية وأنا منها، أنه نتحركوا كي يسخن الجو، كي بردت الامور معناتها في تطاوين. وهذه مره اخرى الرساله سيئه جدا اللي قاعدين نبعثوا فيها لشباب البلاد هذيا وللجهات معناتها في بلادنا. كي بردت الامور، كي الاجواء معناتها رجعت امنيا واجتماعيا لوضع بوكو بلو كالم، للاسف ما كانش فما متابعه للمساله هذه. انا باش نقول لك اللي ونتحمل المسؤوليه في هذا، انا كي طلبت المتابعه نتاع الموضوع هذايا في وزاره التكوين المهني والتشغيل، رغم اللي هي وزاره بامكانيات محدوده، مع على خاطر كان فما ان باك اب نتاع متابعه الاعتصام وبعد ذلك المفاوضات وبعد ذلك الاتفاقيه اللي تصحت. احنا اليوم فما على المستوى السياسي ما عادش فما حتى واحد موجود في الجانب التنفيذي كوزير ولا كشارجي دو ميسيون في رئاسة الحكومة يعرف أو عنده الباسيف متاع الاتفاقية هذه، وما كانش فما متابعة. الوحيدين اللي عندهم أولاد الدولة، أولاد الإدارة اللي موجودين معناتها في عدة وزارات، واللي تبعوا كل واحد حسب الاختصاص متاعه التنفيذ متاع معناتها النقطة في الاتفاقية هذه. راهي ماهيش فقط تحكي على صندوق التنمية الجهوية وعلى الانتدابات، الاتفاقية هذه تحكي زادة على أنه يكون فما أنشطة ثقافية، أنه يكون فما أماكن معناتها باش الناس تمارس الرياضة، باش الناس فما مسبح بلدي موجود معناتها في الاتفاقية. دونك فما حاجات اللي هما فون بارتي دو لا في كوتيديان نتاع الناس. ومرة أخرى كي الناس تلهت بالانتخابات وتلهت بتكوين أحزاب وتلهت باتفاقيات سياسية، ومرة أخرى بالروندفو إلكتورال نتاع 2019 هو لو درام دو بيي. أبسوليومون، هذا اللي قاعد نقول فيه أنا. تتلهى بموضوع على الجدة نتاعو مادامو معناها تحت الضوء، ومن بعد تخمد الامور تريض وننساوه. اي سي دوماج. وهذا يهزني العمليه عمدون او جريمه عمدون، هي في الحقيقه هي جريمه.